اتفق بان نصر هو الطرف الاقوى، ولكن مشوار الوحده ما كان بالسهل، يعني بسهوله، بمكان انه حتى في عز كورونا ونلعب في الهند وتاهل وما كان من ضمن المرشحين. اليوم الامر نفسه ينطبق امام الشارجه، لكل الترشيحات والحظوظ كانت بالنسبه للشارجه، لكن تجاوز والفضل يعود الثقه والشخصيه الهويه اللي ظهر فيها الوحده ما كانت متوقعه. نعم جازف نوعا ما بدخول خميس في وسط الملعب، التركيبه اللي كثير تحدثنا عنها في وسط الملعب كانت متوازنه قويه بالتعويل على النزعه الجماعيه. انا اتصور تنظيم اللي ظهر فيه الوحده يعطيك كثير من الثقه انه يقدر يواجه فيه من خلاله ايضا النصر. ما في شك ان النصر يملك اسماء مهمه، تاليسكا، العمري، الغنام، حسن العلي، ابو بكر، ماشاريبوف، حمد، ماشاريبوف، اكيد ان اسماء قويه جدا تعطي كثير من الحظوظ بالنسبه للنصر. ولكن دائما في كره القدم دائما الاحقيه للاداء، للقوه، للشخصيه، للثقه، الوحده. انا اتصور عنده شهر يقدر يعد لهذه المباراه. افضل تحضير راح يكون من خلال الدوري، مباريات مواجهات صعبه جدا، عنده مواجهه في الغد هو شهر صعب جدا للوحده اكيد، لكن لابد ان يكون في ثقه قويه جدا. يحتاج لوكاس بمنتا انه يعود، يحتاج عبد الله، يحتاج اسماعيل، كل العناصر اللي انا اتصور اللي ممكن تاهله لابد يحضرها ويبني على المكتسبات من خلال التاهل امام الشارجه. المواجهة الأخرى اللي تعتبر أيضا واحدة من كلاسيكيات غرب آسيا في السنوات الأخيرة، الهلال وبيرس بوليس، كيف تتوقعها كابتن؟ مباراة قوية جدا جدا جدا، وأفضلية اللعب على أرضك للهلال ما راح تكون كافية أن يعدي بيرس بوليس. لو ما كان في عمل داخل الملعب وما يظهر بالصورة اللي شفناها في صراحة في المباراة الأخيرة اللي أمام، حتى في الدوري والمباراة الأخيرة يعني الهلال كان في جزء من الهلال او شيء من الهلال، لكن لحد الان الهلال ما وصل فورما كامله. اكيد بعد شهر مع المباريات مع تجانس اللعيب بشكل اكثر اكيد الهلال راح يكون افضل، لكن مباراه صعبه مثل ما قلت لك، افضليه الارض ما راح تكون يعني سبب في انك تتجاوز فريق الخصم مثل بيرس بوليس اذا ما كنت انت معد ومهيئ لهذه المباراه.